الاكل من مطعم بوب ايز وتشيكن. شيخ وافد تشيكن فيليه. اوكي تشيكن فيليه حلال. الذي عليه مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بعد أن عقد مؤتمرا حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارجية للإسلام، الترخيص في أكل الدجاج والتركي من المحلات العامة، والتورع عن أكل اللحوم الأبقار والأغنام. وهذا تفريق له سبب، لأنه نقل إلينا أن الصعق الذي يتعرض له البقرة أو الغنم يميت نسبة منها، قد تكثر في بعض المذابح جدا وقد تقل فقامت الشبهة. أما ما يتعرض له الدجاج والتركي فولت صغير جدا لا يكاد يقتل منها نسبة تذكر. احنا ما الذي جعل الشبهة في الأبقار والأغنام لا ترقى إلى مستوى التحريم؟ لأن في القانون الفيدرالي يوجب إنهار الدم ويجب استبعاد الحيوان الذي يموت قبل أن ينهر دمه لأسباب طبية، وفي رقابة على المذابح من قبل أطباء لاستبعاد الحيوان الذي مات بسبب الصعق قبل أن يذبح. لكن مع كثرة الانتاج ربما يفوت أو يمر واحد لا ينتبه إليه، فمن أجل هذا وجدت الشبهة حملتنا على القول بالتورع عن لحوم الأبقار والأغنام والترخيص في لحوم الدجاج والترك.